الأرجنتيني، وبعد قليل السلام الوطني لنيجيريا. وهذه الجماهير الأرجنتينية العريضة والكبيرة في استاد وسبورو ستاديوم في الولايات المتحدة الأمريكية مونديال 64. لعبت مباراتها الأولى أمام منتخب اليونان، وتمكن منتخب الأرجنتيني من سحق المنتخب اليوناني بأربع أهداف للا شيء. إذا الأرجنتين الآن على رأس المجموعة بعد ما لعبت مباراة وسجلت أربع أهداف ورصيدة ثلاث نقاط فوز واحد. نيجيريا لعبت أيضا أمام بلغاريا، وتمكن منتخب نيجيريا حقيقة من تحقيق إنجاز طيب للكرة الأفريقية بعد فوزها على البلغار بثلاث أهداف نظيفة، وهو طبعا في المركز الثاني برصيد ثلاث أهداف وبرصيد ثلاث نقاط. ويأتي منتخب بلغاريا بعد ما لعب مباراة خسر دخل مرمى ثلاثة أهداف رصيد على شيء من النقاط، واليونان في المركز الرابع والأخير بعد اللعب مباراة ومني مرمى بأربع أهداف نظيفة بأقدام باتيستوتا تسعة وديغو مارادونا هدف، وفي المركز الأخير. فوكسبورو ستاديوم اللي تقام عليه هذه المباراة طبعا سبق أن استضاف لقاء كوريا وبوليفيا، ويعد هذا هو اللقاء الوحيد الى الان اللي انتهى بتعادل فريقين سلبيا بدون اهداف في مونديال امريكا 94. الارجنتين واليونان ايضا لعبوا على نفس الملعب، الارجنتين فازت اربعه، وفي لقاء طبعا راح يكون في دور 16 ولقاء اخر راح يكون في دور الثمانيه، وبهذا يسدل الستار على كل مباريات اللي يستضيفها فوكسبورو ستاديوم في الولايات المتحده الامريكيه. هذا مدرب منتخب النيجيري كليمنز ويسترهوف من مواليد الثالث من مارس عام 1940، هولندي، ولد في مدينة بيك الهولندية، وكان لاعب عادي عندما ترك اللعب بسبب الإصابة عام 69. ديغو مارادونا وأشهر من نار على علم، وكان نجم النجوم حقيقة في مونديال 86 بالمكسيك، ولهذا أطلق على مونديال المكسيك مونديال ديغو مارادونا. 34 سنة و84 مباراة دولية سجل خلالها 33 هدف، بالإضافة الهدف اللي أحرزه مرمى المنتخب اليوناني. 34 سنة و34 هدف، مشاكله كثيرة. هذا بالمقابل أيضا ألفيو بازيل مدرب المنتخب الأرجنتيني اللي ولد في نوفمبر عام 1943، كان قلب دفاع ناجح حقيقة مع ريسينج أفيلانيدا الأرجنتيني لما حصل على بطولة دوري سنة 67 وبطولتي أمريكا الجنوبية وكأس الأندية العالمية 68، وطبعا بعد اعتزاله درب في الأوروغواي وفي أسبانيا ونجح في خلافة مواطنة كارلوس بيلاردو بعد كأس العالم 90. هذا طاقم تحكيمي، وطبعا راح يدير لقاء اليوم فوكرسون من السويد 45 سنة، خلاص راح يعتزل اجباري انه يعتزل بعد هذه البطولة، اكمل السن القانوني من مواليد 12 من اكتوبر 49 ويعمل موظف، وراح يساعده ايضا مواطنة ايضا السويدي ميخائيل ايفرسك من السويد ايضا مواليد 8 يونيو 53 41 سنة موظف ايضا، ولوك ماتيوس من بلجيكا من مواليد 30 من مايو 53 41 سنة وايضا يعمل موظف. طاقم تحكيمي بمهنة واحدة، الكل موظف، وحكم الساحة 45 سنة، أما مراقبي الخطوط طبعا اثنيناتهم 41 و 41 سنة. هل ينجح نسور القارة السوداء نيجيريا القادم الجديد من أفريقيا إلى النهائيات؟ هل ينجح في تكرار ما فعل المنتخب الكاميروني في مونديال 1990 لما فاز على المنتخب الأرجنتيني اللي يلعب مباراة اليوم بهدف في لقاء الافتتاح؟ كان يومها الأرجنتين طبعا حامل لقب كأس العالم 86،
واختار انه يلعب امام الكاميرون وخسر. خسر وكانت حقيقة نتيجة سيئة تعد في تاريخ الكرة الأرجنتينية، على اعتبار ان منتخب الكاميرون كان يومها يلعب بتسع لاعبين بعد طرد اثنين، وتمكن اومومبيي صاحب الاهداف الحاسمة من التخليص للكاميرون على نيجيريا في الافتتاح. المنتخب الأرجنتيني هو ثاني أكبر فريق حقيقة في أمريكا الجنوبية بعد البرازيل. أما نيجيريا فهو بطل القارة السوداء 94 بعد ما فاز ببطولة الأمم الأفريقية اللي أقيمت في تونس، وبعد تغلبه طبعا على منتخب زامبيا في المباراة النهائية. بانتظار صفارة حكم المباراة السويدي بوكامسون. هذه ماسكات وصفر سيداتي آنساتي سادتي. السويدي بوكارسون معلن بداية هذا اللقاء في فوكسبور ستاديوم بالولايات المتحدة، وثالث لقاء، ثالث لقاء في المجموعة الرابعة اللي تضم الأرجنتين ونيجيريا وبلغاريا واليونان. وحقيقة المسؤولية كبيرة في مباراة اليوم تقع على خط ظهر الفريق النيجيري حقيقة اللي لم يظهر بالقوة المطلوبة في لقاء الأول أمام منتخب بلغاريا. خط الهجوم والوسط ما عليهم غبار نهائيا، هو ضاربة ولكن نقاط الضعف تكمل في خط ظهر الفريق النيجيري. هذه كرة في النقل، يوصل فريق النيجيري في نيدي وبيلعبها، كرة مقطوعة بتوصل مرة ثانية المنتخب الأرجنتيني، وبدل ملعب يستقبل هذه القصاصات الورقية البيضاء. تعويذة، تعد هذه تعويذة وتفاؤل للجماهير الأرجنتينية في هذا اللقاء. سبق وأن أطلق على مونديال 78 بالأرجنتين اللي يقيم بالأرجنتين وسط جماهيره وعلى أرضه، وفاز فيه المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه في المباراة النهائية على هولندا. أطلق عليه مونديال القصاصات الورقية. الجمهور الأرجنتيني يعيد ممارسة هذه الظاهرة وهذه الهواية من جديد بعد حوالي 14 سنة من 78 هنا في أمريكا 94. كرة اللعب في نص الملعب وعرقلة ومين؟ مارادونا. رغم أن مارادونا حقيقة امتدح التحكيم وصرامة حكام مونديال امريكا 94 من خلال المباريات اللي مضت، ها هو مارادونا يتعرض مرة ثانية لعرقلة من 15 جورج. سندي اوليه رقم 15 لعرقل مارادونا، وكرة اللعب تنشال بالراس على طول، توصل مرة ثانية المنتخب الارجنتيني. منقولة سايموني، وايضا في خطأ وفاول، فاول ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب الارجنتيني. دقيقتين على بداية زمن الشوط الاولاني من المباراة، وهذا ريدوندو، وفي ناس طبعا يسمونه ريدندو، انما طبعا كتسمية معروفة في الملاعب العالمية ريدوندو. طبعا يلعب لتنريف 18 مباراة، وكرة في النقل خطرة، انما بتنشال وكرة بتعدي تطلع برا الملعب. كرة ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح المنتخب الارجنتيني، وهذا اللي عاد بالحركة البطيئة لو تلاحظ معاي. شوف بعد ما عدت كرة اللعب بالعرض لم يتمكن يروها انه يبعدها، وكرة بتعدي تطلع برا الملعب. كورنر اللعب وبالراس، كان ممكن انه يسجل منها المنتخب الارجنتيني. سبعة اللي بيشيلها، كرة حلوة، وفينيدي هو اللي ينقذ مرمى حقيقة من هدف محقق. شوف اللي عادة، شوف والله بيشيلها، من الزاوية اليمنى. كرة رايحة ابدا، بالراس داخل مرمى الفريق النيجيري، انما بيشيله جورج فينيدي، وفينيدي المتاخر حقيقه ينقذ
المرمى النيجيري من هدف محقق في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأولاني من المباراة. تشكيل الأرجنتين طبعا أي سلاس في حراسة المرمى، وشامو 3، روجيري 6، زكارين 13، سانتيني 4 في خط الظهر، وهذه الكرة منقولة شوف الملعب، خلاص الملعب تحول لون الأبيض، الملعب تحول لون الأبيض بسبب الخطوطات الورقية، وهذا شاموت جوزيه شاموت الأرجنتيني 25 سنة ويلعب كمحترف في فوجيا الإيطالي، 4 مباريات دولية وضربة رقمية اللعب على طول، وكرة بتعدي بتوصل غريبة إلى كاريجيا وبيحاول يخبط رمى الكرة إنما مرة الملعب أوسط. مباراة مثيرة، المباراة بدايتها مثيرة. أمونيك إيمانويل أمونيك لهدف طبعا في مرمى البلغار، وكان لاعب في فريق الزمالك المصري، وكرة بيحطها لما بتمر وبتعدي بتطلع برا الملعب أو ضربة مرمى لصالح المنتخب الأرجنتيني. في خط الوسط طبعا الأرجنتيني بالبو 19، ريدوندو 5، وسايموني 14، ومارادونا كوسط متقدم لمساند الهجوم، وفي الأمام باتيستوتا 9 وكانيجيا 7. فريق نيجيري مصايف في حراسة المرمى، أوكي شوكو 5 ونوانو 6 وأوليي 15 وأوباوين 2 وسياسيا 12، وفي الوسط أموكاشي ميشيل إيمانول وأموني، وفي الهجوم ياكيني وجورج فينيدي. ريدوندو سايموني على طول يلعبها وكرة بالخطأ في صفارة من حكم المباراة السويدي وكارلسون، وهذا كينيجيا الأرجنتيني. سبعة وعشرين سنة كرة اللعب تعدي مدفوعة إلى الأمام وكرة منقولة ناحية اليسار، أمو كاشي بيحاول يمر تباطا يغير راية فيها وبيلعبها، وفي راية وأوفسايد، في راية وأوفسايد. أخر ياكيني، رشيد ياكيني كان يسار.